طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. In today's session, I will speak about the displacement current and Maxwell's equation. Especially راح أحكي عن Maxwell's equation اللي علاقة بالcurl of the magnetic field أو Ampere's law. بحيث راح أعمل عليها modification, تمام, to be in line مع time varying fields أو magnetic fields. هلا إذا بتذكر في previous sessions حكينا فيها عن ماكسويل إكويشن لما حكينا عن الكيرل للإلكتريك فيلد انتنسيتي، وقلنا في عندنا ترانسفورمر إلكتروموتيف فورس، في عندنا موشن الإلكتروموتيف فورس، وفي عندي كومبينيشن اوف بوث. تمام، لما يكون عندي تايم فارينج فيلد مع تايم فارينج لوب اريا. تمام، وعملنا موديفيكيشن للسيركوليشن للاي دوت دي ال، بحيث انه كانت في الستاتيك في الالكتروستاتيكس كانت عباره عن زيرو، صح ولا لا؟ ولكن لما بدانا نحكي عن تايم فارينج فيلد صار في عندي السيركوليشن للاي عباره عن السيرفس انتجرال لكيرل للاي، واعطتني اسبر فاراديز لو لما كان عندي تايم فارينج فلكس صار عندي موديفيكيشن للايكويشن، صح؟ هلا في هذا السكشن، as we have essentially considered Maxwell's curl equation for electrostatic field and modified it for time varying situation to satisfy Faraday's law, we shall now consider Maxwell's curl equation for magnetic fields اللي هو الامبير سيركت لو for time varying conditions. تمام، هون انا بدي اذكرك for static electromagnetic field. أذكرك بما يلي. هلأ for static، كلمة كتير مهمة هاي، static electromagnetic field EM field. تمام، كان عندنا اشتقينا اللي عبارة عن amperes low، صح؟ كان عندنا اللي عبارة عن amperes low. تمام، amperes low. تمام، وكانت ينص على ما يلي، على أنه the circulation of electric field intensity field sorry circulation of the magnetic field intensity h dot dl field vector along a closed path can by applying Stokes theorem هو نفسه the surface integral for the curl of h. تمام، والناتج الكيرل دوت دي اس، وهذا كان فيكتور على فيكتور، وكان يسوي لي ايش؟ كان بيسوي لي لعبارة عن surface integral for the j dot ds. قلنا j عبارة عن الconduction current density، دير بالك. تمام، وبالتالي we have managed to write الequation Ampere's law او Maxwell equation in point form as انه curl h بيسوي لي كم؟ بيسوي لي الj، صح؟ circulation تبع الh ناتج من الكوندكشن كارنت ديسيتي. طيب، ممتاز جدا، ولكن انا بعرف في فيكتور ايدنتيتي مشهوره جدا تحكي لي the divergence of the curl بتسوي لي زيرو، يعني لما اعمل divergence لكيرل it vanishes. تمام، فبتحكي لي كالتالي but remember the divergence of the curl of any vector field is identically zero. The divergence of the curl of any field vector field شو بيساوي هذا الحكي؟ بيساوي زيرو. تمام، شو معنى هذا الحكي؟ يعني كأني عم بحكي لك خد الدايفيرجنس لأي كيرل، لا الكيرل تبع أي فيكتور A. تمام، هذا الحكي بيساوي زيرو. ليش؟ لأنه أنت زي ما كلنا عارفين، أنت لما تعمل كيرل بصير الفيكتور عندي روتيشنال، وكلنا عارفين إيش هو الكيرل، عبارة عن روتيشنال أور أكسيال فيكتور، صح؟ روتيشن على اكسل فيكتور. فانت لما تحيطه انت بجاوسيان سيرفيس وتعمل شرينكينج فور اكزامبل، ما في اي خط بيخترق السطح، فدايفرج اوف ذا كيرل يساوي زيرو. ليش انا حكيت هاي الفيكتور ايدنتيتي؟ لانه سمبلي لو اجيت حكيت لك شايف هاي الايكويشن الكيرل الاتش يساوي جي، لو اخذت الدايفرجنس فور بوث سايدز. تمام، شو معنى هذا الحكي؟ يعني تيكينج
الدايفرجنس فور امبيرز بوينت فورم او امبيرز لو. تمام، شو معناه؟ يعني انا في عندي اوريدي في عندي كيرل الاتش بيساوي لي جي، شو بدي اسوي؟ ترى شو بدي اعمل؟ بدي اخذ بس دايفرجنس للطرفين، دايفرجنس لهذا الطرف ودايفرجنس بدي اياك تعمل لهذا الطرف، صح؟ طيب دايفرجنس اوف ذا كيرل شو بيساوي لاي فيكتور فيلد؟ دايفرجنس اوف ذا كيرل هاي سمبلي هاي بتساوي زيرو، وتساوي دايفرجنس اوف الجي. بس هلا ممكن واحد تاني يحكي لك بس استنى شوي، معناته احنا عم ناخذ اشياء متناقضه في there are contradicting information here. ليش؟ لانه لو ترجع لسيشن في بارت 2 لما حكينا على الالكتروستاتكس وحكينا على الكونتينيتي اوف كرنت ايكويشن، تمام، وفي هاي الايكويشن حكينا مالي، ريمبر هون بدي احكي لك مالي، بدي افرجيك زي في ايش هلا تناقض بسيط جدا وراح نشوف كيف بنحله. ريمبر اللي هو continuity of current equation أو continuity equation اللي هي تنص على مالي. continuity equation بحكي لي the time rate of decrease of a charge Q within a volume delta V تمام must be equal to the net outward flux for the current density through the surface of that volume. تمام of that volume. تمام، يعني كأني عم بحكي لك ال minus ال time rate of decrease يعني minus d ل q n على dt the time rate of decrease of electric charge through a volume delta v must be equal to the net outward flux for the current density of the surface s of that volume. صح، وبعدين من هون عملنا شوية mathematical manipulation جينا على هاي equation فقلنا minus d على dt قلنا ال q بدي بدلها بايش؟ integration ل rho v dv صح؟ على volume. بعدين جينا على هاي equation عملنا برضو طبقنا divergence theorem هون وقلنا يا عمي هاي نفسها ال volume integral for the divergence of ال j d ال v صح؟ دي ال في صح؟ مش هون لما طبقنا الدايفرجنس هون بديك بس طبق دايفرجنس ثيورم اللي هي عادة بتحكي لي the net outward flux of any vector field تمام through a closed surface S must be equal to the volume integral for the divergence of that vector field صح؟ طيب هدول المعادلتين متساويات صح؟ بدي أدخل الديرفاتيف جوا الانتجريشن بصير عندي ماينس او هاي الانتجريشن ماينس بدها تدخل الديرفاتيف على شكل بارشال ديرفاتيف لرو في وذ ريسبكت تو تي دي في تمام هاي مع بعض هيك الايكويشن وبتساوي لي عمالها بتساوي لي الفوليوم انتجرال لمين؟ للدايفرجنس اوف الجي دي في. شو معنى هذا الحكي هون؟ إذا صار عندي divergence of الJ صح؟ طيب شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي هدول two parts as long as إحنا عم نحكي عن volume integrals فما داخل volume integral must be the same يعني هذا المقدار بتساوي هذا المقدار صح؟ يعني كأني عم بقول لك معناته okay fine معناته divergence of الJ عبارة عن minus partial derivative لرو v with respect to t. طيب استنى شوي إحنا هلأ فوق شو حكينا؟ divergence of j يساوي 0 وهنا عم نحكي divergence of j هي minus partial derivative لرو في with respect to t معناته انت عم بتناقض نفسك. ممتاز، that's why هاي السيشن موجود عشان نشرح terminology معين وبالتالي مبين معاي انه هاي both equations 1 and 2 بدي اسمي هاي equation 1 تمام وهاي equation 2 تمام مبين معاي هو ما اللي مبين معاي انه both thus الequation 1 and 2 مالهم are incompatible are obviously
Obviously بشكل واضح واضح تماما they are incompatible incompatible مش ماشيين مع بعضهم البعض يعني مش ما في تناسق بينهم ما في مش راكبين زي ما بيحكوها incompatible تمام for طلع علي طلع اهم شيء نفهم for time varying conditions for time varying conditions هلا بدنا نتغلب على هاي المشكلة mathematically وphysically لفرجيك كيف وبالتالي to do this and to overcome we must modify هاي الequation اللي تاعت كيرل اتش in a way that they are agree مع each other بمعنى هاي كيرل اتش بدي اضيف لها term شايف كيرل اتش اللي لما اخذت لها diverge كانت 0 ما بدي اياها بس تساوي j بدي اضيف term اسمه jd JD لو displacement current density بسموه رح نتعرف عليها هلا اوكي displacement current density current displacement current density تمام where JD is to be determined and defined هلا لو جيت على هاي الايكويشن خذ لي divergence taking the divergence taking the divergence شو راح يصير عندي بده يصير عندي divergence of curl h بده يساوي وزع divergence على طرفين divergence of ال j plus divergence of ال jd صح ممتاز طيب بالنسبه لنا في vector identity nobody can deny اللي هي عم تحكي لي divergence of the curl بيساوي 0 وتساوي divergence of ال j هي minus the partial derivative la rho v with respect to t زائد بدي يجي عندي divergence of الجدي شو معنى هذا الحكي can I find divergence of الجدي yes ببعت هذا الطرف فوق شو بصير بصير عندي divergence of الجدي عبارة عن partial derivative la rho v with respect to t تمام متفقين على الاشي ممتاز جدا طب انا بدي احكي لك اشي طب انا بعرف الرو في من جاوس لو but remember again remember على انه the net outward flux of the electric flux density field vector through closed surface is the same as the volume integral for the divergence of that vector dv وبساويلي زي ما كلنا عارفين ال volume integral for the rho v dv وتساوي ال Q enclosed within Gaussian surface شو معنى هذا الحكي اني عم بحكي لك a divergence of a D هو عبارة عن rho v هلا واحد بقول لك طب هاي rho v هون ممتاز معنى شو بدي اسوي شايف هذا المقدار هذا بدي اعمل له Ctrl C وبدي انزله هون Ctrl V copy paste شايف هاي rho v بدي اجيب هاي هيك وبدل الرو في بدي احط مكانها قيمتها سوري بدل الرو في بدي احط مكانها قيمتها اللي هي ايش دايفرجنس اوف الدي سكر لي هذا البراكت هذا خلينا نكتبه ان اورنج هيك شو رايك ممتاز هل بقدر ادخل الدايفرجنس جوا طبعا شو يعني راح يصير دايفرجنس اوف الجي دي عباره عن دايفرجنس اوف partial derivative لD with respect to t هلا عم بقول لك طب في عندي طرفين فيهم divergence وبالتالي كأنك عم تحكي ضمنا على انه ال JD هي نفس ال partial derivative لD with respect to t بحكي لك نعم صحيح correct 100% هذا معناه على انه ال current density ال displacement current density JD هو عبارة عن ال partial derivative لD with respect to t شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي على انه Ampere's law thus thus كأني عم بحكي لك انه curl ال H اللي هي بتساوي لي J زائد JD وتساوي انه curl ال H تساوي J plus JD ايش partial derivative لD with respect to T
And this is Maxwell's equation based on Ampere's circuit law for time varying field. تمام؟ هاي الإيكويشن هاي هي عبارة عن Maxwell's equation based on Ampere's circuit law. بس أهم إشي for إيش time varying fields. For time varying fields. تمام؟ فهي very important equation. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي لما أنت كنت تعمل circulation of H dot DL along a closed path L وتيجي تطبق Stokes theorem بتعمل curl H تمام dot DS هذا ممكن أعمل عنه في time varying field عبارة عن J زائد partial derivative ل D with respect to T dot DS يبقى هذا هيك ويساوي لي I enclosed within the Amperian's path هيك معناه okay هلا the term JD هذا ال JD هذا ال JD هو عبارة عن partial derivative ل D with respect to T وعبارة عن is known as displacement current density هذا العبارة بنسميه displacement current density طيب وبالتالي ايش الجي الثاني الجي عبارة عن اللي هي ايش بتسوي سيجما اي عبارة عن conduction current density conduction اللي هو تيار التوصيل كثافة تيار التوصيل conduction current density هون راح يجي اوكي current density اذا كيرل الاتش اذا صار له قيمتين جي وجي دي واحدة عبارة عن conduction current density وتساوي sigma e واحدة عبارة عن displacement current density وتساوي partial derivative ل epsilon e with respect to t لو أقول لك شو هاد شو اللي عملته لأنها partial derivative ل d with respect to t والd كلياتنا عارفين هي عبارة عن ايش عبارة عن epsilon e فطلعت الepsilon برا partial derivative فصارت epsilon partial derivative لE with respect to t يعني I can rewrite هاي الإكويشن بحيث إنه كيرل الاتش طلع عن terms of electric field intensity لاحظ هي عبارة عن sigma E زائد epsilon partial derivative لE with respect to t لاحظ كأنك عمالك عم بتحل عمالك differential equation تمام فيها جزء منها هون derivative with respect to time هون الـ E وهذول عبارة عن factors يعني ممكن أنت تقسم على epsilon تمام بحيث أنها تصير first order partial E with respect to T زائد sigma على epsilon E هي عبارة عن curl H اوكي رح نحكي عنها بعدين بس الفكرة في الموضوع إذا curl H صار له قيمتين طيب هلا الـ insertion هون بدنا نحكي على physically إيش صار بحكي لك the insertion of JLD هاي الـ JD displacement current density في هاي الـ equation اللي هو equation تاعت curl H إضافة لـ curl H شايف هاي الـ equation تاعت curl H تمام اللي هي بتساوي الـ J إضافة الـ JD للـ J كانت موجودة لغرضين to mathematically make compatibility between الـ continuity of current equation مع الـ vector identity تمام زائد اللي بنحكي عنه هون ما هاي الادشن اللي صار عندي وانسرشن ادخال هاي الجي دي was one of the major contributions of Maxwell هي اضافه من قبل جيمس كليرك ماكسويل هو اللي اضاف هذا الترم تمام بحيث انه later on لما تشوف في الهاي فريكوانسيز الراديو فريكوانسي تي في فريكوانسي راح يكون قيمه الجي دي مع الجي دي ار comparable قريبين جدا من بعضهم البعض هلا رح احكيها وكانت هاي طبعا مثبته من خلال هيرتز رح نبينها فالفكره في الموضوع انه without the term JD تخيل لو هذا الجي دي مش موجود the propagation of electromagnetic waves اللي هم radio waves او TV waves would be impossible without having this JD added
تمام؟ يعني بتبطل تتحقق هاي الايكويشن اذا انت ما اضفت هالجي دي، اوكي؟ في التايم فارينج فيلدز ريمبر. طبعا الايكويشن كيرل اتش يساوي جي وحكيناها في بريفيو في بارت 3 المايكروستاتكس هي فاليد فور ستاتيك الكتروماجنتيك فيلدز، تمام؟ لسه فاليد، ولكن لما يبدا عندي تايم فارينج فيلدز بتبطل فاليد وبالذات في الهاي فريكوانسيز، تمام؟ اذا هي نقطه مهمه جدا. وبالتالي اذا ذا انسرشن اوف جي دي انتو ذيس ايكويشن، وبالتالي اللي صار لما اضفته هون شايف جي دي، هاي الاضافه اللي صارت عندي هون، هاي الاضافه اللي هي ماكسويل انسرشن بسميها انا، اوكي؟ هاي عباره عن ماكسويلز انسرشن، اضافه ماكسويل او ادخال هذا الفاريبل انسرشن، تمام؟ هاي الاضافه واز ون اوف ذا ميجر كونتريبيوشنز اوف جيمس كليرك ماكسويل. Without the term GD, had the displacement current density, the propagation of electromagnetic waves would be impossible. هلا at low frequencies، الملاحظة بدي أحكي لك إياها، بال low frequencies لما بكون عندي static fields, the frequency في zero, GD is almost zero. That can be usually neglected. إذا هنا هاي الفكرة في الموضوع. إذا at low frequencies, at low frequencies. تمام، هاي الجي دي، الجي دي از اولموست نيجليجيبل، از اولموست نيجليجيبل، يمكن اهمالها، نيجليجيبل، تمام، يمكن ان تهمل، اوكي، نقطه مهمه جدا. is usually neglected compared with J. however at radio frequencies at high frequencies or radio frequencies at radio frequencies تمام، اللي بصير عندي قيمة الجي دي مع الجي بكون جدا كومبارابل، قريبين جدا من بعضهم البعض. فالفكرة في low frequencies جي دي is usually، في low frequencies جي دي is usually neglected compared with J، تمام؟ يعني مثلا هون كأني عم بحكي لك ضمنا الجي دي بكون أصغر بكثير من J وبالتالي بهملها. هون at radio frequencies أو high frequencies the two terms are comparable، يعني جي دي تقريبا and جي ار comparable يعني ممكن يعني قريبين جدا وبتقارنهم مع بعضهم البعض، مش واحد اكبر كثير من الثاني تل يو كان نيجليكت الفاليو الفيري سمول، لا تمام. اذا هاي نقطه فيري امبورتنت لازم ننبه عليها. طبعا هاي الاضافه حكينا عباره عن ماكسويلز انسرشن، إذا هاي نقطة مهمة جدا. At the time of Maxwell، في وقت Maxwell high frequency sources were not available. لما Maxwell أضاف هاي الـ variable في وقته ما كان في high frequencies وبالتالي ما كانت more or less confirmed هاي equation، تمام؟ هاي نقطة. إذا at the time of Maxwell high frequency sources were not available and equation could equation اللي شفناها could not be verified experimentally. مين اللي جا بعده أثبتها؟ It was years later that Hertz succeeded in generating and detecting radio frequency. Frequencies عالية وبالتالي خلت الـ JD مع الـ J comparable وقريبين جدا من بعضهم البعض وبالتالي thereby verifying هاي الإكويشن اللي هو كيرل الأتش عبارة عن J plus JD وبالتالي verifying هاي الإكويشن. This is one of the rare cases of mathematical argument paving the way for experimental investigation. تمام، هاي نقطة إذا لازم نعرفها. هلأ إجي بعدين حكى لك طيب بما أنه في عندي displacement current density أو في عندي conduction current density، إذا في عندي displacement current وفي عندي conduction current، صح؟ هاي نقطة كتير مهمة. وبالتالي قال لك عرف displacement current ما يلي based on the displacement current density then based on ال JD اللي هو displacement current density تعرف وش اسمه ال displacement current displacement current شو عرفوه؟ هو عبارة عن displacement current اللي هو عطوه id، عرفوا id وعبارة عن ايش؟ كيف بدك تحسب ال total current من ال current density integration لل jd.ds simply. ويجا بعدين حكى لك بس خلنا نظبط ال ds DS، اوكي؟ ويجي حكى لك طب بسيطة، طب أنا بعرف الجي دي شو قيمتها؟ عبارة عن partial derivative ل D with respect to T dot DS. فأنت هيك بتكون طلعت
طبعا هون we must bear in mind that the displacement current, هذا displacement current نقطة كتير مهمة، بس لازم بس اضبط دي. اوكي the displacement current هذا مهم جدا نعرف انه as a result of a time varying field، هذا عبارة عن is a result of time varying field. Displacement current is a result of time varying field. Time varying field. ليش؟ من وين اجى هذا الحكي؟ هلا بشرح لك اياه بشكل افضل، وبناخذ animated video بوضح هذا ليش. A typical example of such current is the current through a capacitor. لما يكون عندي مواسعة كهربائية أو capacitor. When an alternating voltage source is applied on its plates. تمام؟ وهذا الاكزامبل راح نوضحه هلا مع بعض، بحيث انه افترض معي، افترض ان انا فور اكزامبل في عندي سيركت، وفي عندي سيركت بدي ادرسه بهذا الشكل. افترض في عندي هذا الكوندكتور بهذا الشكل، اوكي، وفي عندي او خليني امدها وبعدين بدي افضل الكباستر، تمام، اوكي، وفي عندي هون بدي افضي هون للبارلل بليتس للكباستر، بدي احاول اوسع لك اياها حتى نتخيل هذا الكباستر، اوكي؟ تخيل في عندي طرفين للكباستر بهذا الشكل، تمام؟ وفي عندي current I is flowing behind circuit، تمام؟ في عندي current I is flowing behind circuit بهذا الشكل، اوكي؟ طبعا هذا الكرنت بتحرك، بدي يجي من هون برضه، بدي يطلع عندي من الطرف الثاني للكباستر بهذا الشكل. طيب ممتاز. اجى حكى لك هذا الفيجر سيرفز تو illustrate low to close path L shown in this figure، بحيث انه انا فور اكزامبل لو اجيت في منطقة برا الكباستر سواء قبل او بعد الكباستر وبدك تطلع كيرل لاتش مثلا او بدك تطبق امبيرز لو، شو عادة بنسوي احنا لما نطبق امبيرز لو؟ بنيجي بنرسم هاي امبيرز سيركت لو، تمام، بهذا الشكل، تمام، وهذا بدي احاول بس عشان تتخيله بدي افرجيك انه هذا دوتد، تمام، وهذا امبيرز لو از انكلوزنج هذا الباث، هاي برسم لك اياه ان بلو، تمام، بحيث انه هذا الباث هو ال، هذا الباث هو ال، والاريا الشيدد او بمر فيها هذا الكوندكتور اللي هو هاي، شايفها؟ هاي عباره عن الاريا اس، هاي الاريا اس، وبالتالي لو جيت طبقت سيركوليشن هون، جيت قلت لك بسيطة بالنسبة لي بدي اسميها هاي L وهاي S1، اوكي؟ هاي S1، تمام؟ وبالتالي بدي احكي معي Applying an unmodified form of amperes circuit بدي اسميه Applying an unmodified and modified تمام؟ Applying unmodified form of amperes circuit law، تمام، يعني بشكله الستاندرد الطبيعي، تمام، بحيث انه applying the سرعة عملية the circulation of h dot dl وهذا المسار l هيو، اوكي، اللي هو in blue، هذا هو ال l h dot dl بيسوي لي the surface integral، بدك دير بالك بسوي له the surface integral، بس بدك دير بالك اي اس ل اس 1، شايف هاي اس 1 ل اس 1 لمين؟ لكيرل الاتش دوت دي اس، وهذا الحكي شو بيسوي لي؟ بيسوي لي هذا الاي، تمام؟ اي وهذا يساوي اي الانكلوزد وتساوي الاي، خليني احكي بهذا الشكل، يعني انا يعني هاي الانكلوز بحركه هون، اوكي؟ تمام؟ يعني انت لما اجيت انا طبقت امبيرز لو، احط هذا الواير او هذا الكوندكتور بامبيرز امبيريانز باث، يعني هذا الباث امبيريانز باث، اوكي؟ هذا عباره عن الامبيريانز Amperian's path مسار أمبير، تمام، خارج الكاباستر تقدير بالك، where I is the current through the conductor, S1 is the flat surface bounded by L. إذن I is the current
current شو هو الكرنت؟ through the conductor through the conductor تمام. وال S1 هو عبارة عن is flat surface، لاحظ flat surface bounded by ال L تمام bounded by ال L. طيب هلا قال لك let's carry on بالاناليسيس وحكى لك if we use a balloon shaped surface تمام S2 بحيث انه هذا السيرفيس passes between the parallel plates of the capacitor تمام between the capacitor plates. كيف يعني؟ قال لك يا عمي مش احنا هذا السيرفيس هيك شكله هي موجود عندي هون هذا كان S1 okay. قال لك انا بدي احافظ على الامبيرينس باث ما عندي مشكله تمام. قال لك انا بدي احافظ يا عمي على الامبيرينس باث بدي اسيبه ما عندنا مشكله فيه ابدا. ولكن الفكره في الموضوع او التريكي ثينج هون قال لك لو انا يعني ثيوريتيكلي اذا الباث السراوندينج هالكرنت كارينج كوندكتور بده يكون سم اوف ذا كرنتس اللي عم بتمر عنده صح. قال لك انا بدل ما استخدم السيرفس هذا الموجود عندي كان الفلات سيرفس راح استخدم سيرفس ثاني. طلع كيف شكله بالون شيبد سيرفس. وقال لك هذا الشيب بدي اطلع عليه بهذا الشكل. طلع كيف بس بدي احاول يكون يعني باس باي الكاباستر بهذا الشكل بدي احاول just to draw it properly. هذا طبعا الامبيرينس باث ستيل هو الامبيرينس باث بس طلع شو بدي اعمل شايف هاد بدي بس اخفي هالشوني لاحظ يعني انا السيرفس بدل ما هو فلات على مستوى هالسيركلر كلوز باث الموجود عندي لا مسكت هذا الاريا مسكنا الاريا هاي وعملتها ايش كيرفي بحيث انه صار زي الباول زي الوعاء اوكي بدك تخيله بهذا الشكل. فهذا فعليا صار عباره عن زي كانه بدك تتخيل انه وعاء باول تمام معي هون هذا الكلوز باث ال يعني الباث ضل زي ما هو. بدك تنتبه على النقطه فيري امبورتنت الباث ضل زي ما هو ولكن هذا السيرفس كمان مره بكرر هذا السطح الموجود عندي هذا السطح صار يمر between the plates of the capacitor. فاعطوه بدل ما هو كان عندي هنا S1 هو الفلات 1 صار عندي هنا S2 اللي هو عباره عن بالون سيرفس. بدك تسمي لي اياه كانه ايش هذا عباره عن بالون سيرفس طلع S1 فلات تمام بحيث انه كان فقط الكرنت الكوندكتر او الواير مر فيه. هلا بدي اشوف شو وضع الكرنت اللي بين هالكاباستر بليتس تمام بدنا اشوف شو وضع الكرنت اللي هون. فهذا عباره عن البالون سيرفس. فاجى قال لك الفكره هون if we use the balloon shaped balloon shaped surface وسماه هذا السيرفس اللي عبارة عن ايش S2 تمام. هذا السيرفس انا بحكي عنه S2 اللي هو واضح عندي هون هاي اوكي. اذا استخدمنا هالبالون shaped surface بحيث انه S2 passes between the capacitor plate passes between the capacitor plates هلا لو انا بدي اطبق تمام امبيرس لو زي ما انا طبقته هون بدي اجي اطبقه هون. تعال خلينا نشوف بوضعها الطبيعي بمعنى انه انا بدي استخدم هالسيركوليشن of H.DL
على هالكلوز سيرفيس اللي هو ايش؟ ال ما تغير، اوكي؟ ويساوي اللي عباره عن by applying Stokes theorem اللي عباره عن the surface integral for the curl of h dot ds. بس اي اس بدك تاخذ؟ دير بالك بدي اخذ اس 2 هالمره، البالون شيبت سيرفيس، تمام؟ بحيث انه it passes between the capacitor plates. هلا هذا الحكي لو اجي اطلع شو الاي الانكلوز، دير بالك الكوندكشن كرنت، تيار التوصيل اي الانكلوز، صح؟ وتساوي ايش؟ هل في عندي كرنت بمر between the capacitor plates؟ هل parallel plate capacitor هل في كرنت؟ الجواب هو simply no، ما في عندي conduction current، تمام؟ ليش؟ لان انا هون راح استخدمه، هون الاي الانكلوزد، دير بالك هون اي الانكلوزد هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن integration للجي دوت دي اس، وكان عندي اس 1. هون راح استخدمه لو بدي اطبق نفس الاشي، نفس الاشي جي دوت دي اس، هون راح اجي احكي لك نفس الاشي عبارة عن integration لجي دوت دي اس، ولكن في ابدا استخدم اس 2. هون هل في عندي conduction current عم بمر في اس 2؟ لا، فالجواب هو simply zero، ما في عندي conduction current. طب هلا كيف بدي احل هذا الموضوع اذا صار في عندي contradiction، لانه ما في عندي conduction current flows through اس 2، تمام؟ هاي الملاحظة very important. There is no conduction current. No conduction current J flows through S2. طيب how to overcome this problem؟ وبالتالي this is contradictory in a view of the fact that same closed path. شو يعني؟ يا عمي طب انت بتحكي في امبيرز لو، اذا هالسيركوليشن اوف اتش دي ال along closed path لازم يعطيني نفس الكرنت. طيب انا بالنسبة لي الكلوز باث في الحالة الأولى ال، صح؟ الكرنت كم كان؟ شو السيركوليشن للاتش اي؟ لما زلنا على الحالة الثانية السيركوليشن تبعي هو عبارة عن السيركوليشن للاتش دي ال through هالكلوز باث ال، مش المفروض يعطيني اي؟ ولكن لو اجي اطلع لو طبقته هو اعطاني زيرو، اذا في عندي contradictory in a view انه in both cases we have same closed path، صح ولا لا؟ وبالتالي to resolve this conflict we need to include the displacement current، بحيث انه في هاي الحاله total current density، اذا to overcome this contradictory، يعني this is كان بس اكد لك على المعلومه ليش انا لجأت to insert displacement current density. هلا بحكي لك وبالتالي this is contradictory in view of the fact that the same closed path L تمام is used، صح؟ يعني انا في الحالتين استخدمت عندي same closed path هو عبارة عن L اللي هو الامبيريانس باث في الحالتين، ولكن مرة اخذت flat surface، تمام؟ مرة اخذت flat surface، تمام؟ ومرة اخذت balloon shaped surface، تمام؟ وبالتالي to overcome this problem قال لك اذا to resolve this contradiction شو بدنا نسوي؟ we will include the displacement current. فبده يصير عندي total current، اذا total current density في هاي الحاله total current density J زائد الJD، تمام؟ وبالتالي لو اجي اطبقها applying على انه طبعا الفكره في هاي الكيس الJD مش موجود عندي، كان عندي زيرو، تمام؟ في الكيس لما كان عندي فلات ما في عندي displacement current density، بينما هون هيكون في عندي displacement current density. الفكره في الموضوع
شاب بس افرجيك ليش في displacement current density how to reflect it. انه انا بدي اياك تتخيل كاباستر هيك، طلع هاي البليت الاول وهي البليت الثاني، تمام. هلا بالنسبه لما يكون عندي alternating current يمر عندي، لما يكون عندي alternating current بدك تتخيل طبعا هذا طرف منه وهذا طرف الاخر، صح؟ لما يكون عندي alternating current وهو عبارة عن AC current، يعني انا عم يمر عندي هون I of T، صح؟ الكرنت مرة راح يكون عندي الدايركشن تبعه من الاب بهذا الشكل، طلع، وبالتالي مجرد ما صار عندي هذا هو البوزيتيف في لحظة وهذا هو النيجاتيف، لما كان عندي الدايركشن الفلو تبع الكرنت بهذا الدايركشن، وبالتالي كان هذا عبارة عن دايركشن تبع الالكتريك فيلد، تمام. وهذا كنترول سي كنترول في في في، خليني بس افرجيك كيف في لحظه هيك كان الدايركشن تبع الالكتريك فيلد. طلع في الكاباستور ما راح يمر عندي، دير بالك كوندكشن كرنت هون، صح؟ فكان هذا هو الدايركشن تبع الالكتريك فيلد. بعدين لما مشوا عباره عن اي سي كرنت، لما انعكس الدايركشن تبع الكرنت هاد، تمام، لما انعكس الدايركشن تبع الكرنت وصار عندي هذا البوزيتيف صار عندي هون والنيجاتيف صاروا عندي هون عكس دايركشن الكرنت، هذول صاروا هون هذول النيجاتيف وهذا عندي هو البوزيتيف، وبالتالي قال لك معناته هذول انعكس اتجاههم، روتيت صاروا فليب فيرتيكال بهذا الشكل، وهذا البليت بدي اجيبه هون، طلع هيك صاروا بالضبط. مره لما كان عندي الاي سي كرنت بمر فور اكزامبل، بدي اعطيه فور اكزامبل هذا تيرمينلز من اي الى بي، تمام، كان الالكتريك فيلد دايركشن تمام داونورد، ولما انعكس اتجاه الفلو تبع الكرنت صار يمر عندي من بي الى اي، تمام، الكرنت فلو، دير بالك هاي نفس الشيء بدي اعملها فليب هوريزونتال فليب فيرتيكال بهالشكل، طلع انعكس اتجاه الكرنت، فصار عندي دايركشن تبع الالكتريك فيلد اختلف. وهذا اذا التريكي ثينج في الموضوع، انه انا لما بدي اطبق اذا السيركوليشن في هاي الحاله اوف الاتش دوت دي ال الونج هالي كلوز باث ال، بدي تسوي لي السيرفيس انتجرال اس 2 لكيرل الاتش دوت دي اس، وبدها تسوي لي دير بالك الجي دي الجي دي دوت دي اس لاس 2، تمام. وهذا الحكي عشان بس نتاكد منه بدي اياك تتذكر معي الجي دي شو كان يساوي، بدي افرجيك انه نفسه الكرنت اي، قال لك يساوي شو الجي دي، مش الجي دي بالنسبه لك هو بارشل ديريفيتيف لدي وذ ريسبكت تو تي، وهذا الحكي دوت دي اس، مش بقدر انا اطلع دير بالك مش بقدر اطلع من هنا ال partial derivative برا الانتجريشن بتصير دي على دي تي لانتجريشن للدي دوت دي اس، صح؟ على كلوز باث. طيب الدي دوت دي اس اسبير جاوس لو وتساوي دي على دي تي، شو دي دوت دي اس؟ مش هاي الدي دوت دي اس حسب قانون جاوس هي نفس الكيو، صح؟ طب دي كيو على دي تي شو بتساوي لي؟ دي كيو على دي تي، مش هذا عباره عن الكرنت اي؟ وهي الفكرة في الموضوع. إذا this is how do we overcome هاي البروبلم، تمام؟ إذا هاي الفكرة وهي اللي tricky thing، إنه أنت في حالة ال non-conduction current راح تستخدم displacement current، تمام؟ اللي هو displacement، وأنت بهاي الطريقة أنت تقدر تعبر عن الكرنت اللي عم بمر داخل الكاباسترز، عن الكرنت اللي عم بمر داخل الكاباسترز، تمام؟ وبالتالي so we obtain the same current for either surface بغض النظر flat surface او الايش او البالون شيب سيرفيس، تمام. هلا تو فيجوالايز ات بدي افرجيك هذا الفيديو، فيري انترستينج فيديو، احنا استعرضناه لما حكينا عن امبيرز لو، ولكن هلا بدي استعرضه بصورته الشموليه، بحيث انه كيرل تبع الماجنتيك فيلد راح يكون له مصدرين، اما من الكرنت اي او من بارشال ديريفيتيف لدي وذ ريسبكت تو دي. طيب هلا خلينا نشوف الامبيرز لو بصورته الكامله، تمام، خلينا نشوفه اذا مع بعض، نعمل فول سكرين. An electric current passing through that point
or a changing electric field at that point. It's the longest of the four equations, which is why I say don't panic, we can handle this. Say we've got an electric current in a wire. If we draw our imaginary circle so electric current passes through it, Ampere's law says the magnetic field should curl around that circle. طبعا هذا الحكي حكيناه لما اشتقينا عن امبيرس لو. قلنا يا عمي the curl of the magnetic field مصدره simply اللي عباره عن الكرنت density J. فلاحظ due to the current flow, لاحظ الكرنت in one direction عباره عن time invariant current DC current. وهذا الحكي لما اورسد اكتشفوه بعدين اجى بايوت سافارد وامبيرس لو they based their laws بناء عليه. صح؟ circulation تبع ال H dot DL زي ما انت شايف along close path L وعباره عن نفسه السيرفس انتجرال لكيرل الاتش الموجود عندي ثروها الكلوز سيرفس اس وهو عباره عن الايلين كلوز. تمام؟ فهذا البارت الاول لاحظ اذا الكير تبع المانت فيلد له مصدرين اما جي او بارشال ديريفيتيف لدي وذ ريسبكت تو تي ديسبيسمنت كارنت. Now let's say somewhere along this wire we've got a capacitor. It'll act like a gap in the circuit, which means no steady current, which means no field. اذا لاحظ هون بحكي لك اذا مر عندي اذا وضعنا كاباستر بالطريق شو راح يصير عندي؟ ما راح يمر عندي الكرنت. Unless that current is alternating. Alternating current or AC opens up a lot of possibilities for us. Since the current in the wires is changing on either side of the capacitor, the electric field inside the capacitor is also changing. لحظة due to the changing تبع الكرنت زي ما هلا حكينا مره بيكون عندي من الاب للداون ومره من الداون للاب due to the alternating nature للاي سي كرنت. نفس الشيء الالكتريك فيلد بتوين هالبارلل بليتس راح يتغير مره بيكون الدايركشن تبعها اب مره داون. That changing electric field creates a curl in the magnetic field around our circle. وهذا البارت الثاني اذا change بالالكتريك فيلد انتجت magnetic field. تمام؟ فاراديز لو change بالماجنتيك فيلد انتجت الكتريك فيلد صح؟ هون لا التشينج بالالكتريك فيلد هو الذي انتج المانت فيلد. اذا بارشال ديريفيتيف لاي وذ ريسبكت تو تي طبعا هي بارشال ديريفيتيف لدي بس هو هي دروبت اوريدي الابسلون يساوي الكيرل تبع البي. Just like the current does in the wire. This keeps the behavior of the magnetic field smooth across the entire picture. لاحظ ففي مناطق اللي برا الكاباستر كان عندي الكيرل ما عندي فيه مشكله بينما عشان اتغلب على هالمشكله زي ما شفنا لما استخدمنا البالون شيب سيرفيس اضطرينا نحط نضيف to insert اللي عبارة عن displacement current density. There's a curl in the magnetic field all along the circuit chain. So what's the best way to visualize Maxwell's equation? إذا هيك تقريبا بنكون يعني شرحنا ال modification راح يصير على اللي هو الامبيرز لو to reflect the time varying fields. أتمنى تكون السيشن مفيدة للجميع ويعطيكم ألف عافية.